طلبة 17-22 وضد الميزينال في قاعة الأولمبية في سوسة 32-21. فالماريس نتاع لي دوز إكيب في الكوب دو تونيزي دون بال بالنسبة للترجي هو صاحب الرقم القياسي والمرتبة الأولى 25 كيس عفوا هزهم عام 75 85 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
الاتوال هزت 7 كوبات. نرجع لهم من بعد جسم قدموا اللاعبين 14 عيسى حمدي، رقم 1 محمد امين البدوي، رقم 6 الياس حشيشه، جيلان امامي رقم 7، ادريس ادريسي رقم 12، حارس ترجي محمد علي بحر رقم 13، بلال عبدلي رقم 15، 20 جهاد عرعار، 21 اسامة ابو غانمي، 25 عبد الحق بن صالح، 29 طارق سلول، 43 شفيق بوكاتيتا، 66 مصطفى بن فضل، 81 حمزة بن ريش الحارس الثالث للترجي، 92 وسام الجزيري، 96 وائل مزوم. عيسى عطية ممثل إداري، مدرب نجيب بن سير، مدرب حراس سليم الهاني، وطبيب الفريق منتصر عزوز كيني بلوتو. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي كابتن رقم 22 صبحي سعيد، 4 جهاد جابلة، 5 محمد عمار بن حاج، 9 محمد رضا فراد، رقم 10 انور بن عبد الله، 11 مهدي البري، 12 الحارس محمد صفر، 13 الحارس الاول حمزه ماجد، اشرف السعفي 19، عصام رزيق 21، حمدي همامي 31، 33 سيف الدين حميده، 55 نور الدين ماوى، بيان ورغي 74، عفوا ديان ورغي اورليت، رفيق باشا 89، ياسين زعتير 94، ومحمد امين درمول 98، ايام نتات كريسبونسابل، سامي سعيدي مدرب، ايمن حسين مدرب مساعد، ولطفي بن رمضان كيني. نرجعوا لليكوب بتاع الاتوال، قلنا 7 كوبات، هزتهم اول كوب كان عام 90 91، 99 2000 الكوب الثاني، 2007 2008 الثالث، الرابع 2008 2009، الخامس 2009 2010، السادس 2013 2014، والاتوال هي اللي هزت كوب عم ناول ضد الافريقي هوني في رادس الموسم 2016 2017، دونك 25 كوب للاسبيرونس، 7 للاتوال، شكون باش يفوز اليوم في اللقاء الخامس بين زوز فرق الموسم هذا؟ ذكروا تقابلوا في الفاز الاولى نتاع الشامبيونا، اسبيرونس ربحت في الزواوي والاتوال في سوسه، وفي البلاي اوف كيف كيف اسبيرونس ربحت في الزواوي والاتوال هزت الشامبيونا بانتصارها في المقابله الاخرانيه في القاعه الاولمبيه في سوسه 25 24. دونك رئيس الجامعه التونسيه كره القدم كره اليد عفوا يسلم على شوارات الفريقين، مصحوب صلة من المسؤولين من الجامعة والإطارات الجهوية والسلطات المحلية، دونك سلم على لاعبين الإتوال، الإتوال اليوم اللي باش تلعب مريول أحمر وشورت أبيض، إسبيرونس مريول العادة أصفر وأحمر سبيسيال للفينال وشورت أحمر. جمهور الاسبيرونس كالعادة الكوربة ما زالت مقاطعة، موجود باركونتر في بقية أماكن مخصصة لجماهير الترجي الرياضي التونسي،
وجمهور الإتوال تحاول منسوسة إضافة للجماهير الموجودة في العاصمة، عدد ما معناه قليل بارابور للفينال، ما يعتبر محترم الجمهور الإتوال. نعرفوا ماتش رمضان العشرة ونص متاع الليل ومشقة التحول إلى رادس، نعذرهم على الحضور. بالنسبة للترجي إن شاء الله يكون بسود تتراجع على قرارها ويرجع الجو الحماس لمدارج الترجي ومدارج الكرة التونسية بصفة عامة، سواء في كرة قدم ولا في رياضات القاعات، اللي الملعبية محتاجين للجمهور باش يشجعهم ويحمسهم، كيف سواء شامبيونا ولا كوتير فينال كوب دو تونيسي. حظ موفق للفريقين وان شاء الله الجماهير تتحلى بالروح الرياضية. توا ناقفوا تحية للعلم والنشيد الوطني التونسي. النشيد الوطني التونسي. كان هذا النشيد الوطني التونسي. شكرا للجماهير اللي احترمت النشيد المرة هذه، نشكروهم. كي تبدا فما حاجة باهية تجي منهم، وبعد دقائق ولحظات يسلموا لصوت فرق على بعضهم وينطلق نهائي كأس تونس لكرة اليد لموسم 2017-2018 بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. زوز فرق اللي قعدوا يتراهنوا على لقب البطولة لاخر جولة في سوسة كما ذكرنا، واللي فاز بها النجم الرياضي الساحلي اخر انتصاره في اللقاء الاخير 25-24. نذكروا اذا بالزوز تشكيلات اللي اختارهم مدربي الفريقين. نبداو بالترجي الرياضي التونسي، مدربه نجيب نسيه اللي اختار عيسى حمدي عيسى، محمد امين بدوي حارس مرمى، الياس حشيشه، جيلاني مامي، دريس دريسي حارس مرمى، محمد علي الحربي للعبدلي، جهاد عرعار، اسامه ابو غانمي، عبد الحق بن صالح، طارق جلوس، شفيق بو قديده، مصطفى بن فضل، حمزه بن ريش كحارس ثالث، اسامه الجزيري ووائل المزوغي. بالنسبه للمدرب سامي سعيدي مدرب نجم الرياضي الساحلي اختار التشكيله الاتيه: صبحي سعيد كقائد فريق، جهاد جبله، محمد عمار بن حاج، محمد رضا فرات، انور بن عبد الله، مهدي البري، محمد صفر، ماجد حمزه كحارس مرمى، وهو محمد صفر بيان سور دو غارديان عند ايطوال اليوم، اشرف الصافي، عصام رزيق، حمدي همامي، سيف الدين حميده، نور الدين ماوى، رفيق باشا، ياسين الزعتير، ومحمد امين الدرمول. سيف حميده كان فما شكوك باش يلعب ولا لا الاخر معناها الاخر ليزيشوفمون، وفي الاخير دونك قرر المدرب والاطار التدريبي نتاع الاطوال باش يشاركوا في المقابله، وكان وقتها داين ورغي اورليست، هيك علاش قبيله غلطنا في تسميه الملاعبيه نتاع الاطوال. بعد الصور التذكاريه اللي قاموا بها فريق الترجي، توا صور تذكاريه لتشكيله النجم الرياضي الساحلي، ونحن في انتظار السوديسي ولا السباعي اللي باش يبدا المقابله من شيرة الترجي ومن شيرة الاطوال. حكام المقابلة هما الثنائي حسين الخياري وأمين بوغرارة، ديليغي سي فايز عبيد ولسعد لوحيشي، والميقاتيين شاد الكريفي ورمز الجيزين. ب
دونك امين البدوي بالنسبه للترجي باش يبدا في حراسه المرمى، حراسه شباك الترجي. اسامه البوغانمي كجناح، هو وطارق طارق 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 جلوز، فوالا الجزيري. اسامة الجزيري، الياس حشيشة كلاعب دايرة بيبو، بلال العبدلي منسق الفريق، وعبد الحق بن صالح. وبداية اللقاء، كرة للترجي الرياضي التونسي. عبد الحق بن صالح يمر كرة لبلال العبدلي، اسامة الجزيري يسلموا على بعضهم دونات. اسامة بوغانمي يطلب الكرة يعطيها عصام رزيق ويرجع حلو، لقطة اشتهر بها أسامة البوغامي في المقابلات الأخيرة. وكرة على الترجي، بلال عبدلي، عبد الحق بن صالح، أسامة الجزيري. بن صالح يتعدى وفما رمية، يقول الحكم رمية تسعة أمتار. السداسي اللي بدا به الاتوال دونك محمد صباعي بلوتو محمد صفر حارس مرمى. نرجعوا نتابعوا الهجوم للترجي، بن صالح العبدلي يتعدى وسبعة أمتار، حكم يقول ديفونس اون زون. دونك رمية سبعة أمتار للترجي باش يتقدم في تنفيذها كالعادة أسامة البوغانمي. أسامة البوغانمي أمام محمد صفر، ينفذ البوغانمي ويسجل هدف الأول. دونك أول هدف في اللقاء من أسامة البوغانمي، واحد بلاش للترجي. فما دفع على فراد. الاتوار عند فراد بالحاج، وفما ورقة صفراء ضد أسامة البوغانمي، عمل مخالفة على زياد جبلة. فما خطأ هجومي من، والحكم يطلب تلعب الكرة من مكانها. عبد الحق بن صالح حب يسرع لكن الحكم قص له كونتر اتاك وطلب تلعب كره من مكانها. قلنا خطا هجومي من جيد زابالا اللي يخلي بلاصته في الدفاع حمدي الهمامي، يلعب في الدفاع، ضيع الكره على هجوم الترجي. دونك ليتوال السباعي اللي بدا به الحارس مرمى صفر، جهاد زابالا يلعب في الاتاك ويخلي مكانه في الديفونس حمدي الهمامي، بن حاج عمار، فراد، بري مهدي، اشرف الصافي، عصام رزيق. كرة عند طوال، فراد يسدد ويعدل، واحد واحد. ياسر حشيشة، ترجي يقعد يلعب بدو بيفو، ما قامش ما رجعش لعبدلي، قعد حشيشه وعيسى ودو بيفو. كرة عند عبد الحق بن صالح، بوغانمي يتعدى وكرة لبرا، تعدى بوغانمي الوسط دفاع النجم الساحلي، تسديدته كانت خارج الميدان ورمية سبعة أمتار ودقيقتين ضد حمدي عيسى. حكم قال له دفعت اللاعب وتعرضت له بكتفك. أول زوج دقائق في اللقاء ضد حمدي عيسى. الترجي باش يلعب منقوص الأعداد في الدفاع، مدة دقيقتين بعد خروج حمدي عيسى، معناها فراد يقوم لاباس. حكم يطلب من الكيني نتاع الإطوال باش يخرجوا خارج الميدان.
عصام رزيق في تنفيذ السبعة أمتار قدام أمين البدوي وهالعارضة هالعارضة كانت لقطة فنية باهية من رزيق غلط بها البدوي لكن ما كانش عنده حظ ضربت ولا ارتطمت الكرة بالعارضة دونك يخرج البدوي ويدخل عبدلي الترجي تلعب دون حارس مرمى وتستغل معناها خروج الحارس ويدخل عبدلي باش هكاكا ما يكونش الترجي هنا انفريوريتي نوميريك في الاتاك كرة عند العبدلي عبد الحق بن صالح بلال العبدلي أسامة الجزيري عبدلي عبد الحق بن صالح عبدلي يمر ودفاع الطوال متفتن يقص الكرة ورقة صفراء ضد همامي عبد الحق بن صالح جزيري كرة عند أسامة الجزيري والحكم يزفر تسعة أمتار للترجي يهز لاعب سلبي أسامة الجزيري يعدي كرة ليس حشيشة وتسعة أمتار مازال لاعب سلبي يرجع على كرة اللاعب بلال عبدلي جزيري ويسجل 2-1 للترجي تاع الطوال خد ترجع كرة للنجم الرياضي الساحلي بنحاج عمار فراد ترجع بنحاج جهاد جبله يخرج يلعب كرة مشرف السعفي فراد كرة عند فراد وتوصل لأشرف السعفي اللي عدل 2-2 نقدروا على هذا الانقطاع نرجع للقاء 3-2 للترجي نلعبوا 7 دقائق و 13 ثانية الترجي متقدم بنقطة فارقة 3-2 فراد عنده كرة يلعب مع بن حاج عمار تسديدة لأشرف السعفي ويعدل بها النتيجة 3-3 عند الترجي عبد الله العبدلي
سام الجزيري وغانمي ترجع الجزيري عبد الحق بن صالح يعدي كرة في غالطة الباس ترجع كونتر اتاك وهدف هدف من مهدي البري ياخذ به الفارق النجم 4-3 كونتر اتاك ممتازة من الليتوان اللي ما استغل فرصة تضيع الكرة من عبد الحق بن صالح اللي كان تمريرته بلاعب اللي غالطة تصعيد كرة سريعة وهدف رابع 4-3 للليتوان عبد الحق بن صالح اسامة الجزيري يتعادى الجزيري والحكم يوقف الاتاك عادات كرة للياس حشيشة لكن الحكم رجع المخالفة عبد الحق بن صالح عنده كرة يتعدى ويسجل 4-4 صافي فراس يسدد وترجع من البدو صافي براد الحاج عمار براد في الصافي عنده كرة ترجع إلى براد فما مخالفة دو مينوت ضد أسامة البوغاني أسامة البوغاني ياخذ دقيقتين مخالفة على جهاد زبالة حكم قالوا جذبته القميص نتاعو الجزيري يناقش قرار الحكم وياخذ ورقة صفراء اتاك للإطوال باقي صافي فراد يعدي للبري يلقى روحه وحده وتتعدى كرة هدف الهدف الخامس للنجم الساحلي النجم الرياضي الساحلي يسجل الهدف الخامس نتاعو وائل جلوس عنده كرة حبي باغت لكن يرجع يريز اللعب ترجع يرجع بلال عبدلي كرة عند الجزيري ترجع لعبدلي عبد الحق بن صالح الجزيري يخرج الياس حشيشه يلعب كره بلال عبدلي يتعدى ويسدد وفما 9 متر تسديده كان كونتري من الديفونس لكن الحكم رجع للمخالفه قبل تسعة متر يلعبها الياس حشيشه لوسام الجزيري عبد الحق بن صالح حشيشه عبدلي عبدلي يعطي كرة الجزيري يسدد وسد اصفر ياخذ امامي كرة يصلح يطلع كرة اتاك رابيد لكن يخير لطوال يريض اللعب يخرج الامامي ويدخل جبلة ويخرج بلال عبدلي ويدخل حمدي عيسى في الدفاع 5-4 لطوال امكانية انه ياخذ زوج نقاط فارق لاول مرة في اللقاء يتعدى كرة مرة اخرى للبري لكن ما يطلعش المرة هذه فراد جبالة يدور ويسجل يدور بالياس حسيسة حشيشة ويسجل 6-4 للإطوال الحق بن صالح عنده كرة سام الجزيري دوس الكرة ليس حشيشة يتعدى تضرب على القائم وضربة 7 أمتار ورقة صفراء ضد محمد الحاج عمار you
سلام ابو غانمي في تنفيذ 7 امتار ويسجل وعاد كره فوق راس محمد صفر. محمد صفر عمل باراد وبات اللوطه كان يستنى في كره اللوطه من ابو غانمي لكن ابو غانمي كان متفطن وحط كره فوق راسه في اخر لحظه. 5-6-5 للاتوال. كره عند النجم الساحلي صعفي فراد بري يدخل كدوزيام بيفو حاج عمار صعفي صعفي يعطي كره لجهه جابلا هو جسمانيه تبارك الله عليه جابلا يتعدى ياخذ كره قدام حمدي عيسى ويسجل الهدف السابع للاتوال. 7-5 سامي الجزيري يتعدى يراوغ تسديده قويه ممتازه من الجزيري مراوغه وتسديده اونشين مو يسجل بها الهدف السادس للترجي. 7-6 يقي فارق للاتوال 1 بوان. يرجع اذا التغيير الهجومي للاتوال امامي يخرج جابلا يدخل دوزيام بيفو يتعدى عصام رزيق فراد عنده كره صعفي سدد والبرا عبد الحق بن صالح يطلع جزيري يتعدى لا تمريرته للشيشه يقصها دفاع واحتجاج من بنك الاتوار كم يطلب منهم تهديد الامور يلعبوا 15 دقيقة لعب لدوال ياخذ الفارق 1 بوان 7-6 كرة عند الترجي في الهجوم هلال العبدلي ياسح حشيشة عبد الحق بن صالح ما تتعداش الكرة صالح يسدد على ثبات لكن همامي موجود ويكنتر الكرة يخرج سورتي للترجي حكم فايدو على لعب سلبي جزيري أسامة الكرة عبد الحق بن صالح وما تتعداش الكرة هجوم معاكس والهدف للنجم الساحلي عن طريق عصام رزيق الحكم رفع يده باللعب السلبي لعبوا كرة مش من مكانها سرعوا وسجلوا 8-6 للاتوار يطلب من الحكم يطبق القانون على المخالفه كانتوراج 8-7 يقص الكرة طارق جلوت يعدي حمدي عيسى ويسجل التعادل 8-8 الترجي يرجع في المقابلة سبعة أمتار للنجم وكيفتين ضد أسامة الجزيري أسامة ديجا عنده ورقة صفراء دونك عادي ياخذ ورقة ياخذ دمين توا you
ويسجل. يدخل رفيق باشا ويسجل. سيف حميد زاد يدخل يعمل في تغييرات مدرب النجم. طارق جلوس يدخل جيلاني مامي عبد اللي يتعدى وسبعة أمتار سبعة أمتار للترجي. يخرج صفر وباش يدخل ماجد حمزة في مكانه. أسامة بوغانمي ظل الفارق عدل النتيجة بليتو 9-9. كرة عند طوال سيف حميدة المدخل في بلاصة فراد بن حاج عمار يتعدى وفراد ممتازة من البدوي. فراد ممتازه من البدوي اللي يقف الصد قدام بن حاج عمار محمد لاعب رقم خمسه للنجم الساحلي. الاطوار عند اشرف احمد خاص الكرة كونتر اتاك وغانمي يتعدى ويسجل ويرجع على سباقية للترجي 10-9 رغم النقص العددي. كرة في الاتاك للاطوال صافي رسيك حميدة صافي مريرة الحاج عمار كاين مرة أخرى مرة أخرى البدوي عبد الحق بن صالح ما خلطش على الكرة. الكرة الثانية اللي نحاها البدوي للحاج عمار محمد بن حاج عمار عنده كرة حميدة دابلا الحاج عمار يخرج عليه بوغانمي ويسجل تسديده المرة هذه لا تسد ولا ترد في التسعين. جزيري عنده كرة يسدد ويسجل 11-10 يلعبوا 20 دقيقة لعب مازالوا 10 دقائق على نهاية الشوط الأول بين الترجي الرياضي التونسي ونجم الساحلي في نهائي كأس تونس لكرة اليد لموسم 2017-2018. الترجي متقدم بنقطة فارق 11-10 والكرة للإطوال في الأتاك عند السعفي الحاج عمار يخرج البري يدخل كاتزيام بيفو وبارك الله عليه جهاد يزمو ديفونسور في الجباري نتاعو باش ينجم يوقفو. اوكي 11-11 استعمال لازير يضر حسب
يطلب فوالا يطلب من رئيس فرع ترجي قيس عطية باش يكلم الجمهور باش ما عادش يستعملوا اللازير. على المقابلة نرى ب 21 دقيقة لعب. أسامة الجزيري عبد الحق بن صالح ياخذ منسق مكان العبدلي. جزيري عبدلي يتعدى ويسجل لا تضيع الكرة والحكم يعطي 9 أمتار 9 أمتار ولا 7 أمتار 9 أمتار. سبعة أمتار كانت مش 9 أمتار 7 أمتار ينفذها أسامة البوغانمي ويسجل 12-11. كرة للنجم الساحلي توا يدخل صبحي سعيد يدخل زادة أنور بن عبد الله كجناح حميدة سيف الدين حميدة يسدد قوية وهي من سيف الدين حميدة ويعدل النتيجة 12-12. الترجي يخلص الكرة محمد فر وين ترجع المقابلة 12-12 النتيجة 23 دقيقة و 25 ثانية. كرة للترجي في الهجوم عبد الحق بن صالح تضيع على هجوم الترجي ترجع هجوم للاطوال صبحي سعيد يعدي لها سيف همامي اللي يرتكب خطا هجومي حمزي همامي يرتكب خطا هجومي وتتخلص مره اخرى بلال عبدلي يركب نفس الخطا ممتاز البدوي امام البري عبد الحق بن صالح يعطي طارق جلوس من جناح يطلع ويسجل اكتشفناه وليه
عبد الحق بن صالح يسجل 14-13. فما زوج دقايق ضد البري، لاعب رقم 11 في تشكيلة النجم الساحلي. صبحي سعيد، انور بن عبد الله، يا جبل صبحي سعيد بن عبد الله يسدد ويتألق بن فما لمس كره بالسيف عفويه لكن ما سد في سيفه. ضد حمدي عيسى ترجع كره لدوار، سعيد عند الكرة، سيف حميدة يتعدى يقصها الدفاع الترجي لكن فما رمي 9 امتار. صبحي سعيد عند الكرة، حميدة وبدوي مرة أخرى يتألق، عندي عيسى يطلع أسامة البوغامي كشفيرغا والهدف رقم 15 للترجي. زوج نقاط فارق للترجي ياخذهم اول مره في الشوط الاول، دونك استغل حمدي عيسى كاش فارق الصراحه ونطلع الكره لاسامه البوغانمي اللي حط كره في شباك خاليه طوال دخلت اللعب معنا حمزه بتو مهدي بري هو 63 وطمار طمار يطلب المدرب سامي السعيدي. كيوفا الوقت المستقطع اللي طلبه المدرب سامي السعيدي. صبحي سعيد، جهاد جبلة، انور بن عبد الله، صبحي حميده، تمريره لجهاد ويسجل، يسجل جهاد جبلة، كاش فارغه تسرع من اسامه البوغانمي، تسرع من اسامه البوغانمي، تقعد النتيجه 15-14. اسامة بوغانمي شاف الكاش فارغة حب يسدد من بعيد لكن كورتو اخطأت المرمى. دور الاطوال صبحي سعيد، جهاد جبل، انور بن عبد الله، حميدة، صبحي سعيد يسدد ويسجل وتعديل النتيجة من الاطوال 15-15. عبد الحق بن صالح
وترجع كرة وحمدي عيسى ويسجل. التصدي كان ممتاز من محمد صفر، لكن حمدي عيسى تبع الكرة للآخر. بن عمار وكورته تسديدته خارج المرمى، لكن الحكم احتسب عليه زون. 16-15 للترجي. عبد الحق بن صالح، أسامة الجزيري، عبدلي يخرج حشيشة عمل كروازمون، أسامة الجزيري، بن حق بن صالح يتعدى والحكم يزفر. 9 أمتار قبل التسديدة نتاع عبد الحق بن صالح. بنك الإطوال يحتج. فما وقت مستقطع يطلب المدرب نجيب بن ساير. قبل دقيقة و 5 و 16 سكوندا من انتهاء الشوط الأول. الوقت المستقطع لتربو المدرب نجيب بن زايد. عبد الحق بن صالح عنده كرة، شيشة، أسامة الجزيري، عبد الحق بن صالح، أسامة الجزيري، بلال العبدلي يتعدى بلال، يعطي أسامة الجزيري وصفر ممتازة باراد نتاعو، يقص الكرة هذه كونتر اتاك سعيد، والبدو يجاوب على صفر، بدو يجاوب أمام تسديدة عصام رزيق. عبدلي تعثر عبدلي ويتيح والحكم يصفر له مخالفة ضده ويوقف اللعب. والحكم عطل كونتر اتاك للإدوال، احتج عليها بنك الاطوال، عندهم الحق، قصت لهم هدف ينجم يكون محقق، لكن سلامة اللاعبين قبل كل شيء. تعثر بلال عبدلي في الأرضية، يمكن من العرق، اصطدم بسيف الدين حميدة، إن شاء الله يقوم لاباس. سيف الدين حميدة كانت مشاركته ماهيش مؤكدة في اللقاء، إن شاء الله يقوم لاباس سيف. نلعبوا 29 دقيقة 23 ثانية. الترجي متقدم بهدف 16-15. والكرة للإطوال، الأتاك تكمل عند النجم الساحلي. هذول إصابة خطيرة، سيف حميدة دخلوا المسعفين، لكن يقوم سيف إن شاء الله لاباس. الحكم يطلع يطلب باش يلعب كرة من مكانه، اصفر، تمشي لدرمول اللي خذا مكان حميدة، رفيق باشا يدخل زادة، صبحي سعيد، بن عبد الله، سعيد، درمول، بن عبد الله،
زابالا يخرج للتقاطع، رزيق يدخل كدوزيام بيفو، سعيد درمول يتعدى، فما رمي التسعة متاع، فما خطأ من حمدي عيسى، سعيد باش يسدد بما انه الوقت وفيه الكرة لبرا، وينتهي الشوط الأول في تقدم الترجي الرياضي التونسي على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 16-15. إذا في الميتون سيتم تسليم رمز كأس تونس لكرة اليد سيدات لفريق طبلبة اللي فاز أمام الجمعية النسائية بصفاقس 30-28، وباش يتم تسليم زاد رمز بطولة تونس لكرة اليد فتيات. الدوال جهاد جبلة يلعب وينطلق الشوط الثاني. ألف مبروك للجمعية النسائية. يدخل رفيق باشا، حميدة، سعيد بن عبد الله، ولاعب رقم 90 درمول يتصدى بدوي، جزيري يطلع كرة قصيرة، خلصها بن عبد الله وياخذها حميده. ترجي بنفس التشكيله، عبد الحق بن صالح، حشيشه، بوغانمي، جزيري، عيسى في الدفاع، وجلوس، البدوي في الكاج، كره عند طوال، صبحي سعيد، سيف حميده، رفيق باشا يدخل كدوزيام بيفو، سيف حميده يتعدى، يعطي كره لبن عبد الله ويسجل 16-16. جيلاني مامي عنده كرة، يعطي الحشيشة تتقص الكرة من زعتير ياسين، وبدوي مرة أخرى يتألق، زعتير وبدوي تصدي ثاني، المرة هذه قد نور الدين ماوى، ممتازة من أمين البدوي، ممتازة من أمين البدوي، زوز تصديات، والحكم شي يقول في اللقطة الأخيرة بين أسامة الجزيري ونور الدين ماوى. مخالفة 9 متار أهو، فماش عقوبة. الجزيري يطلب من الحكم عقوبة تأديبية اللاعب، لكن الحكم يقول له فما شيء. جيلاني مامي للحق بن صالح. مامي بن صالح، أسامة الجزيري يتعدى، الجزيري ما تتخلفش كرة، والحكم يرجع المخالفة، الحكم يرجع المخالفة، المرة الثانية تقص الإطوال نفس الأكسيون اللي باش تكمل على جيلاني مامي، لكن دفاع الإطوال متفوق وفايق بالأكسيون. مامي توصل الكرة، جلوس جيلاني مامي، حكم هزيدو باللعب السلبي، تعدى عبد الحق بن صالح، فما دفع من نور الدين ماوى، لكن الحكم يعطي 9 متار، بن حق بن صالح ما سجلش في اتجاه المرمى، جزيري، عبد الحق بن صالح، ويسدد تضرب في الدفاع، وتجي سهلة قدام حمزة، ماجد حمزة، يطلع هجوم معاكس لطوال، أنور بن عبد الله، نور الدين ماوى، ياخذ مخالفة، يخرج أمامي ويدخل جبلة، الزعتير يخرج ويدخل رفيق باشا، سيف حميدة يخرج جهاد جبلة يعمل تقاطع، يدخل ماوى كدوزيام بيفو، ياخذ بن عبد الله، كان يهز بلعب سلبي ويتصدى الحك، ممتازة، يتصدى البدوي وتسديد صبحي سعيد، حكم يرجع كرة في الزون تلعب، جزيري كرة على العارضة
و ما فهمت مخالفة، ما فهمت مخالفة من الحكم. يتعادى سيف حميدة، ممتاز التمريرة ولا فيق باش يعادل. 16-16 نذكروا اللي ماجد حمزة خذا مكانه في الشوط الثاني قدام محمد صفر. أسامة الجزيرة، عبد الحق بن صالح، وطوال يلعب دفاع متقدم شوية. مامي عبد الحق بن صالح يتعدى، كرة ما دخلتش لليس حشيشة، وفما 9 أمتار. أسامة الجزيرة، عبد الحق بن صالح، لليس حشيشة، يخرج وائل جلوز، ممتازة بن جلوز، ممتاز من جلوس فان دو باس، يدخل في وسط دفاع الاطوال ويسجل هدف. 17-17 يلعبوا في 5 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. دونك الاطوال سامي سعيد يختاروا انه يعمل 2 تغييرات في الهجوم، يخرج ياسين زعتير وحمدي الهمامي، يدخلوا جهاد جبله ورفيق باشا. كرة عند سيف حميدة ويضيع التمريرة نتاعو لرفيق باشا. عبد الحق بن صالح ممتازة لكن يتصدى، ممتازة من بوغاني ولا والتصدي من ماجد حمزة أجمل. عن طارق جلوز، شيشة يعدي الجلوز والحكم يوقف لاتاك. بعد يتعاون ثم ديكالاج. أسامة الجزيري عنده كرة يسدد، ممتازة ممتازة تسديدة أسامة الجزيري اون سيسبونسيون، تتعدى ما بين البوتو وساق ماجد حمزة. مونتاج 17 للترجي، 6 دقائق 22 ثانية. كرة عند طوال صبحي سعيد يسدد، لكن كان فما تصفير الحكم قبل. أمتار أخرى من الإطوال. صبحي سعيد عنده الكرة، يوقف لياس حشيشة. صبحي سعيد حكم ياس لعب سلبي، سدد وإنه بن عبد الله خارج المرمى. جيلان إمامي يتعدى لكن يوقفه، يوقفوا نور الدين ماوى. عبد الحق بن صالح ليس حشيشة، جيلان إمامي، سامة الجزيري ترجع لجيلان إمامي، ترجي تلعب دو بيفو، دخلتش الكرة، فما بي، فما بي من بن عبد الله. الحكم يقول بن عبد الله لقطة تمويهية قمت بها، مرة جاية تاخذ 2 مينوت. حكم يزيدي اللعب السلبي، جيلاني مامي، سامة الجزيري، لياس حشيشة، يخرج يعمل كروازمون، جيلاني يتعدى ويسدد لكن ماجد حمزة في مكان مناسب. صبحي سعيد يطلع الكرة،
فراد بن عبد الله تعدي وتتقص كره، فما مخالفه من الدفاع، تطلع اسامه البغامي هجوم معاكس ويسجل اسامه الهدف رقم 19 للترجي 19-17. ارجع زوج ميقات فارق للترجي، جمهور الترجي يتفاعل مع النقطة الجديدة من اهداف فارق 19-17 ويستفيق جمهور الترجي. دخلت كرة جهاد شاف الله ممتازة من البدوي، يدور لي أول كرة يراتيها جهاد شاف الله ممتازة من أمين البدوي. عبد الحق بن صالح البدوي تفاعل مع جمهوره، وائل جلوس جيلاني مامي كثيري بوغانمي عبد الحق بن صالح جيلاني مامي جزيري يتعدى لكن يوقفه جبلة، جبلة اللي قاعد يلعب هو وزعتير ما صارش شونجمون اتاك ديفونس المرة هذه. جيلاني مامي عبد الحق بن صالح يعطي كرة أسامة الجزيري وفما دفع فما دفع والحكم شاف اللقطة ويعطي دقيقتين ضد نور الدين ماوى. ياسع حشيشة يلعب مخالفة 9 أمتار، عبد الحق بن صالح جيلاني مامي عبد الحق بن صالح جيلاني مامي وائل جلوس جيلاني مامي يرجع لعبد الحق بن صالح، جيلاني يتعدى تأخرت شكورة البوغانمي فما دفع وفما رمية 9 أمتار للترجي. الحكم يطلب تلعب من مكانها، يخرج أسامة البوغانمي يخرج من منطقة ما بين 9 متر و 6 متر أسامة البوغانمي، جيلاني مامي ترجع جمال جزيري وسام البوغانمي تخلط له كرة والمرة هذه سجل، المرة هذه سجل وترجي يخو أسبقية 3 نقاط لأول مرة في المقابلة 20-17. الشيء اللي يخلي السيد سامي السعيدي مدرب النجم الرياضي الساحلي ياخذ وقت مسقطة 20-17 بعد هدف وسام البوغانمي الترجي ياخذ أسبقية النجم يقولوا هامة في مشوار هذا الشوط الثاني ومشوار هذا النهائي. ان شاء الله المقابله تتواصل في الحماس هذا، جماهير من الشيرتين تشجع، شوفوا شنو باش يعمل سامي السعيدي في الوقت المستقطع نتاعو، هل باش يمزح الاطوال باش يرجع في اللقاء ولا نجيب بن فاهر باش يستغل من شيرته الوقت المستقطع اللي طلبه سامي السعيدي ويزيد يعطي التعليمات نتاعو للملاعبيه باش يحافظوا على التفوق هذايا اللي نذكروا به 20-17 للترجي ضد النجم الرياضي الساحلي 3 نقاط فارق في 10 دقائق و50 ثانيه من بدايه الشوط الثاني. فما رمي مقذوفات من جمهور الاطوال، فما رمي مقذوفات من جمهور الاطوال، فما تشنج كنت نقول قبيله ان شاء الله المقابله تتواصل في الروح الرياضيه. تأثروا قرارات الحكم شنو باش يقول في اللقطة هذه، مازال تشاور مع مراقبي المقابلة الديليغي تكنيك نتاع الماتش نذكروا بهم اليوم سي فايز عبيد والأسعد لوحيشي
في انتظار قرار السيدين أمين بغرارة وحسن خياري. عشان أعصاب للأسف ما كناش نحفظوا نشوفوه. مقابلة عديت إلى حدود الدقيقة العاشرة في الشوط الثاني دون احتجاجات من الطرفين، لكن جمهور الإطوال قام بالمحظور ونشوفوا شنو قرار الحكم. ورقة صفراء ضد بنك الإطوال. الخطأ القادم سيكون دمينيت، دونك طبق القانون الحكم. شنو اللي قاعدين نشوفوا فيه؟ لا المقابلة تكمل في الروح الرياضية، هذا اللي نحبوه، الروح الرياضية من زوج فرق من زوج جماهير. زادة ترجع المقابلة للعب. كرة الإطوال صبحي سعيد، عنده كرة جهاد جبلة وفما سبعة أمتار ودقيقتين ضد بلال عبدالي. حكم يقولوا شديت له يده قبل ما يسدد، دونك بلال عبدالي باش ياخذ دي مينوت ومن سبعة أمتار للإطوال. يخرج البدو ويدخل دريس الدريسي، تغيير في حراس الترجي لضربة جزاء هذه رمت سبعة أمتار بليتو. أكرو الإطوال تلعب من قوس العدد زادة. ياسين بليتو نور الدين ماوى عنده دي مينوت، مازالو 37 ثانية ويرجع ويسجل رفيق باشا. 20-18 دونك يخرج البدوي ويدخل جيلاني مامي في الاتاك. جزيري عنده كرة، عبد الحق بن صالح، جيلاني مامي تقاطع خاطئ يرجع تسديدة وممتازة من عبد الحق بن صالح. عفوا أستاجون فورس صحيح قرار الحكم. رزيق عصام رزيق يسجل الهدف رقم 19. 20-19 للترجي باقي، دونك الترجي بطولة إطوال يرجع من 20-17 ل 20-19. وقت المستقطع اللي خذاه المدرب سامي السعيدي أعطاه أوكلو بالنسبة لإطوال. شوية تسرع من الترجي في اللقطة الأخيرة رغم اللي عبد الحق بن صالح قص الكرة وقت كان الكاش فارغة أمام صبحي سعيد، لكن في نفس الأتاك تسرع منه وعمل باساج اون فورس والحكم يزفر خطا لصالح الإطوال. دونك عبد الحق بن صالح قام لاباس، يخرج ويدخل في مكانه جهاد عرعار يلعب رقم 20.
الترجي مازالت منقوصة العدد، لك علاش الكاش فارغة. جنان إمامي وسام الجزيري، زيد عرعار، جزيري إمامي، عرعار يخرج بوغانمي للتقاطع، عرعار يعطي جيلاني إمامي، وسام الجزيري، جيلاني إمامي، عرعار عنده كرة جزيري، شنو باش يعمل؟ إتوال تلعب ديفونس أفونسي، وسام بوغانمي الحكم يهز لاعب سلبي، وفما لا ما فماش سورتي آخر ما مسها ماجد حمزة، وترجع كرة للإتوال، وإمكانية تعديل النتيجة. بعد ما خدات ترجي ثلاثة نقاط فارق. فما شيء من الحكم. ممتاز تصدي من أمين البدوي في كرة جهاد جبلة. بلال عبد الله يرجع بعد مصطفى العقوبة، يتعدى جزيري. ما فما شيء. تضرب الكرة في راس ماجد حمزة، والحكم يقول ما فما حد شيء. ألعب كرة صبحي سعيد يساعد، ممتاز لجبلة وحده ويسجل. جهاد جبلة يعدل النتيجة 20-20. يرجع الإدوال، إذن الوقت المستقطع اللي خذاه سامي سعيد يعتوق له. الترجي يوقف من وقتها ما سجلش، و كأنه اسمعني سيد نجيب بن زايد، وياخذ وقت مستقطع لفائدة الترجي. أربعتاشر دقيقة في هذا الشوط الثاني، والنتيجة 20-20. ذكروا أن الترجي هذه الكاس رقم 25 بيتو هز 25 كاس، والإتوال عندها 7 كؤوس فقط. آخر كاس تسجلته الترجي كان موسم 2012-2013 ضد الإتوال 27-26. وبالنسبة لآخر كاس هزها النجم رياضي الساحلي كان الموسم الفارط ضد النادي الافريقي هوني في قاعة المتعدد الاختصاصات بيرادس، قاعة الأولمبية بيرادس. دونك وفي الوقت مستقطع، وترجع كرة للترجي. بلال العبدلي عنده كرة توصل المامي جلوس، ترجع العبدلي وسام الجزيري، جلوس عبدلي جزيري وسام. بلال عبدلي عنده كرة تقص للإدوال، ما فما شيء يقول الحكم. الجم عاكس، عصام رزيق يسجل وتاخذ الإدوال الأسبقية 21-20. جيلاني مامي عنده كرة، بلال عبدلي يخرج وسام البوغانمي، جزيري يعدي كرة لحشيشة، وفما 9 أمتار. عبدلي جيلاني مامي يتعدى جيلاني ويسدد، وفما 9 أمتار. الترجي ما سجلش عنده أكثر من 6 دقائق. شيشة يطلب من الحكم انه يعيط المنار شمس حلقاع. بس
الثاني في اللعب بلال عبد الله. سيري باغت بيست حمزه اللي ماش تسبق له دوزيام بوتو، لكن جزيري حتى برومي بوتو. شويه تشنج اعصاب في جماهير الترجي، ان شاء الله ما تتفاقمش الامور. واحد وعشرين واحد وعشرين، يلعبوا 16 دقيقة 26 ثانية في هذا الشوط الثاني. كرة عند طوال جهاد جبالة، منور بن عبد الله، صبحي سعيد يسعد ويسجل، يسعد ويسجل صبحي سعيد. 22 21 للطوال. أسامة الجزيري، جيلاني إمامي يتعدى، مش يقول الحكم زوج دقائق ضد شكون؟ ضد صبحي سعيد، لا ضد اللاعب رقم 94 اللي هو ياسين زعتير. دقيقتين ضد زعتير، مخالفة الأخيرة نتاعو على جيلاني إمامي. أسامة الجزيري، إمامي عبدلي، جزيري يتعدى وما كل فما شيء الحكم، ما فما شيء من الحكم، هجوم معاكس بن عبد الله. وماذا شنو اللي فما سيد حكم؟ شنو اللي فما سيد حكم؟ قرار ما فهمناش، قعد برشا باش يزفر، مخالفه للترجي ولا للنجم، وعطاه في الاخر 9 امتار للاطوال. تاخر في التصفير نتاعو خليت بنك الترجي يحتج، ولو انه فيها باساجون فورس من الوان بن عبد الله. صبحي سعيد عنده كوره يلعب مع بن عبد الله، زياد جبل يخرج، ويتعادى بن عبد الله في وسط الدفاع ويسجل. بلال العبدلي ممتاز، عمل فني وفردي من عبدلي اللي سرع الكرة، فانت يلعب على سقيه ممتاز ويسجل. هدف 22 للترجي، 29 22 29 22 للإطوال اللي تلعب منقوصة. تسير كاش فرغة، ماجد حمزه يستنى بعد واحد من اصحابه باش يخرج باش يرجع الكاس. الدول تلعب بسته لاعبين استغل القانون الجديد اللي عمله الاتحاد الدولي لكره اليد. وكره خاطئه من انور بن عبد الله. سعيد اسامه الجزيري، بلال عبد اللي يتعدى، وفما 9 امتار. يرجع لطوال مكتمل العدد في الدفاع، فيه دقيقتين نتاع زعتير اللي ياخذ مكانه، يخرج الياس حشيشه ويدخل حمدي عيسى في كبيفو في الترجي. بلال عبدلي، اسامه الجزيري، يرجع لعبدلي، عبد الحق بن صالح، طارق جلوس، عبدلي بن صالح عنده كوره، يعدي للجزيري، عبدلي يتعدى، يعطي لجلوس، يلقى نجوم معاكس، ضاعت كرة من عبدلي وبدوي، جميلة منه، جميلة من البدوي اللي قاعد يستنى في عصام رزيق لآخر لحظة، جميلة من البدوي اللي يخلي يسحبه في اللقاء. بنك الإطوال زاد يشجع عصام رزيق باش يقعد زاد هو في اللقاء. حمدي عيسى، بلال عبدلي، أسامة الجزيري، عبد الحق بن صالح، فما دفع، فما دفع على جهاد جبلة، فما دفع على جهاد جبلة، دفع على بلال عبدلي من جهاد جبلة، وجهاد جبلة ياخذ دقيقتين،
دو مينوت دونك ضد جهاد جبل وباش يقعد يتوال بخمسه لاعبين في الديفونس في الاتاك بيان سور باش يعملوا شانجمون كارديان جوار يتغلوا هكاكا نقص العدد نتاعهم كادت تتقص من صبح سعيد تخلط حمدي عيسى وتعديل النتيجه للترجي وعشرين 23 قبل 9 دقائق و 30 ثانية من نهاية اللقاء يخرج حمزة ويدخل سعتير درمول عنده الكرة حاجة عمار محمد سعتير صبحي سعيد درمول الحاج عمار في عليه الكرة كاش فارغه وابو غا ما هو اللي فما ما فهمناش فما خطا في التغيير من طوال دو مينوت فما خطا في التغيير ودو مينوت ضد النجم الرياضي الساحلي يدور لي ماجد جبله بلوتو سامحوني ماجد حمزه دخل قبل ما يخرج زميله الحكم يقص كونتر اتاك على الترجي كرة اسامه البوغالمي جات على العارضه لا محاله لكن كومام قص الاتاك دابل زفرت فوت للاسبيرونس ولا بلوتو موفي شانجمون كونتر ليتوال اوتوماتيكمون فوت للاسبيرونس وضربت رميه سبعه امتار رميه سبعه امتار سامة البوغانمي قدام محمد الصفر ويسجل البوغانمي يسجل البوغانمي من هدف رقم 24 23 تسع دقائق مازالوا لنهايه اللقاء رفيق باشا ودرمول يدخلوا يخرج الزعتير ومحمد الصفر بينصير كاش فارغه بالنسبه لطوال كرة عند النجم الرياضي الساحلي درمول حاج عمار درمول رفيق باشا يتعدى زين بيفو لكن ما توصلوش الكرة صبحي سعيد شنو يعمل وفما تسعة أمتار رفيق بوقديدة هو اللي تصدى للأكسيون الأخيرة من صبحي سعيد صبحي سعيد وفما باساج أون فورس ممتازة جدا من تسديدة وضايعة تسرع مرة أخرى من أسامة البوغانمي كاش فارغه عبي يستغل الفرصه لكن كورتو اخطات المرمى قلنا في اللقطه الاخيره من صبحي سعيد وطارق جلوس كان انتر كيمي ركب له الفوت وخلى هكاك كره ترجع للترجي لكن اسامه البوغامي ما استغلش الفرصه وضيع كره على الترجي كضيع كره زوج نقاط فارق نرجعوا كره لطوال صبحي سعيد يوقفوا حمدي عيسى سعيد درمول جابالا بوقديدة يلعب افونسي على درمول صبحي سعيد يسدد ورغم وجود امين البدوي في والهدف ممتازة من البوغالمي يستغل معناها التغيير البطيء للاطوال ويسجل 25-24 للترجي قلنا رغم ان البدوي كان في مكان التسديده لكن كرة غلطته البوغانمي مستر هونتر يحط كرة ديريكتومون في شباك فارغه ويخلي الفارق واحد نقطه فارق للترجي 25-24 شنو اللي فما؟ فما دو مينوت ضد حمدي عيسى دقيقة دو مينوت هذه الثانية لحمدي عيسى
هرمون صبحي سعيد، صبحي ترجع له الكرة ويقص أبو غانمي، ممتازة منه، قراءة اللعبة، وجه لوجه مع ماجد حمزة ويسجل. حمزة 26-24 26-24 للترجي، زوج نقاط فارق والتذليل. الطوال ترجع بسرعة، 24 دقيقة لعب، مازالوا 6 دقائق على نهاية اللقاء، والترجي عنده نقطة فارق بعد تذليل فارق وتسجيل هدف لطوال رقم 25. ترجي ذكروا هي تلعب منقوصة العدد بعد ما خذيت حمدي عيسى 2 مينوت. أقل من 6 دقائق على نهاية اللقاء، كرة في الأتاك عند الترجي، الياس حشيشة، عبد الحق بن صالح، بلال عبدلي، لا تمريرة مخطئة، تمريرة مخطئة من صبحي من عبد الحق بن صالح، اللي أسامة الجزيري سبق زميله، والكرة تخش في التماس، وفرصة لطوال باش يعادل النتيجة. زياد جبالة ياخذ كرة على سيمتر، لكن حكم كان زفر قبل. جمهور الجوارات لطوال طلبوا اسبقية، لكن الحكم قال انا زفرت. زفر قبل ما تخرج الكرة من يدين زياد جبالة. زياد جبالة صبحي سعيد يسعد ويقصها بلا شيشة، شيشة ما يصعدش، يختاروا انه يريز اللعبة. يخرج حشيشة ويرجع حمدي عيسى اللي استوفى دقيقتين نتاعو، ويطلب من زملائه باش يريزوا اللعب. عبد الحق بن صالح، بلال عبدلي، أسامة الجزيري، عبد الحق بن صالح، بلال عبدلي يتعدى، يعطي كرة الجزيري، لا يخليها عنده، يرجع عبد الحق بن صالح، طارق جلوس، بلال عبدلي، أسامة الجزيري، بلال عبدلي، أسامة الجزيري، حكم يهز لعب سلبي، عبد الحق بن صالح، أسامة الجزيري، طارق جلوس، ممتاز الكرة ويسجل، 27-25، صبحي سعيد عنده كرة، لطوالي سعد بضربة كرة، لكن المدرب يطلب نداء، 9 أمتار، 7 أمتار. 7 امتار ديفونس اون زون، اسكو باش يعطي 2 مينوت ولا لا؟ انا نستناو، يظهر لي فما 2 مينوت، 2 مينوت الثالثة ضد حمدي عيسى. ورقة حمراء، دونك ورقة حمراء بعد ما خذا الورقة بليتو، خذات دو تروازيام دو مينوت. حمدي عيسى ماهوش يرجع الميدان، فالاربع دقائق اللي مازالوا بيان سور دو مينوت اخرين، ويدخل ملاعبي واحد اخر في بلاصتو. رفيق باشا في تنفيذ رمية 7 امتار، رفيق باشا امين البدوي، وهي سجل 27-26. يخرج البدوي ويدخل عبد الحق بن صالح، سيف حميده ويطلب من الحكم اللعب السلبي، كرة عند عبد الحق بن صالح، هلال عبدلي، بن صالح العبدلي، يخرج حشيشه للتقاطع، أسامة الجزيري، عبد الحق بن صالح، هلال عبدلي، جزيري حكم يهز يده بلعب السلبي، هلال عبدلي عنده كرة، أسامة الجزيري، هلال عبدلي سدد ترجع كرة لياس حشيشة، عبد الحق، هلال، شنو زفر الحكم ما فهمني، 9 أمتار، 9 أمتار ومازال فما اللعب السلبي. عبد الحق بن صالح، أسامة الجزيري،
الإعلام الجزيري يطلب من الحكم تسليط عقوبة تأديبية على الزعتير. وتسديدة متسرعة ما عادش عنده وقت خاطر بلال عبد اللي آخر تسديدة مع كولي في القانون الجديد تاع الاتحاد الدولي لكرة اليد. بعد ما يعلن الحكم على اللعب السلبي عندك الحق في 6 تمريرات. دونك كانت التمريرة الأخيرة بن شمس بلال عبد اللي راجع لزملائه سدد لكن الكرة كانت خارج الميدان. 27-26 للترجي قبل دقيقتين من انتهاء اللقاء. كرة عند دوال درمول يعديها لل دخلت كرة لعبد بن عبد الله درمول فانت والبدوي فانت والبدوي في التسديدة نتاع درمول يتصدى رغم اللي بنك الترجي كان يطالب بمخالفة مشي بالكرة. طارق جلوس عنده كرة سام الجزيري وسام الجزيري عبد الحق بن صالح عبد اللي عنده كرة عبد الحق بن صالح بلال عبد اللي وسام الجزيري الياس حشيشة وفما 9 امتار عبد الحق بن صالح عنده كرة يعطيها الجلوس الحكم يزيدوا بلعب السلبي بلال عبد اللي وسام الجزيري بلال عبد اللي يتعدى بلال جزيري ويسجل ويسجل الجزيري مرة 20-26 والبدوي يتصدى وسبعة امتار ودقيقتين ضد الياس حشيشة الطوال يسرع في الاتاك نتاعو وسام بليتو الياس حشيشة عمل الفوت حسب الحكم على بن عبد الله والبدوي يتصدى وفما 7 امتار للطوال. يخرج بدو يدخل دريسي دريسي مازالوا 37 ثانية بالضبط 28-26 للترجي. دريسي دريسي عنده في حراسة شباك الترجي ورفيق باشا هو اللي بتسجل بتسدد ضربة الجزاء. رفيق باشا دريس دريس شكون باش يكونوا الغلبة ويسجل يسجل رفيق باشا 34 بليتو 28-27 مازالوا 20 ثانية لنهاية اللقاء والكرة للترجي لطوار يلعب بالديفونس افونسي وقت مستقطع يطلب المدرب نجيب بن زايد قبل نهاية اللقاء بأقل من 20 ثانية. كرة في الاتاك الأخرى للترجي ثمانية 27-27 كيفاش باش يكون تصرف مدرب نجيب بن ثير في الوقت المستقطع اللي طلبه. الترجي ما زالت منقوصة بون منقوصة ماهوش باش ترجع تلعب 6 لاعبين لكن نشوفوا في الاتاك هذه شنو باش يعمل نجيب بن ثير اسكو باش يلعب 6 لاعبين ويخلي الكاش فارغة ولا 5 لاعبين ولا تتقص الكرة والاتوال يسجل مباشرة في المرمى. نستناو في رجوع الترجي يقعد البدوي في الكاش دونك ماهيش باش تستغل الترجي رمي مقذوفات من جمهور الاتوال. كرة عند عبد الحق بن صالح وسام الجزيري فما دفع فما دفع من انور بن عبد الله
مازالوا 2 سكوند وينتهي اللقاء. مبروك للترجي، مبروك للترجي، فوز بكاس تونس.